عليكم خويا حمزة، السلام عليكم كل جمهور قناة الهداف. أول شيء نشكرك خويا حمزة على هذه الالتفاتة. الآن أنا مع فريق جديد، مع فريق في 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 فيلو. كان الالتحاق تاعي بهذا الفريق بعد في هذا البريودة تاع الميركاتو، كان اتصال من نادي ومع المانجر تاعي، والحمد لله تفاهمنا على كل شيء وتنقلت الفريق الجديد الحمد لله. الموسم تاعي الثاني في هولندا، انا نقول بلي 6 اشهر الاولى ما خديتش الفرصه تاعي، ما لعبتش مع في النادي تاعي السابق فيتاس أرنام، ما ديتش الفرصه تاعي، لعبت زوج مقابلات اللي سجلت فيهم زوج اهداف، رغم كل هذا ما ديتش الفرصه تاعي. هذه الحاجه اللي خلاتني نغادر النادي، واللي خلاتني نشوف مع المانجر تاعي والنادي تاعي باش نغادر النادي. والحمد لله ان شاء الله دوكا جاتني فرصه في فريق تاعي جديد، ان شاء الله نسجل اهداف كثيره ونبرز في هذا النادي ان شاء الله. طموحات تاعي ان شاء الله مع النادي تاعي جديد، ان شاء الله نسجل اكثر اهداف ان شاء الله، ونكون من احسن الهدافين في هذا الفريق ان شاء الله. في نهايه الموسم نكون من احسن المهاجمين في هذا النادي ان شاء الله، ونكون حقه مرتبه مشرفه لهذا النادي ان شاء الله في الدور الهولندي. سي نورمال، اي لاعب يتمنى يكون في المنتخب الوطني. انا نظن ما الوقت فات ما كنتش نلعب في النادي تاعي، على هذا اللي ما كاش مانيش مع المنتخب. ان شاء الله توجو الهدف تاعي الاول باش نكون ضمن اللاعبين اللي يكونوا في الفريق الوطني، ونشرف بلادي ونشرف الرايه الوطنيه ان شاء الله. ان شاء الله راني نخدم ان شاء الله، وتوجو راني نستنى في الاستدعاء تاع الناخب الوطني ان شاء الله، وراني نخدم باش نكون من اللاعبين اللي يشرفوا الوطن ان شاء الله. واش نقول لك على الاحتراف تاعنا؟ احنا هذا الاحتراف جاء بعد تيمار تاع العمل تاعنا اللي قمنا به، سواء في مع المنتخب ولا مع النادي تاعنا فريق اتحاد العاصمه. كان عندنا هدف واحد، كنا نخمو تخمام واحد اللي لازم نحترفه، والحمد لله كل واحد وين راح، كل واحد وين احترف. هذه حاجه مليحه للنادي ولا للبلد تاعنا، ولا كي تشوف كاع كنا في ليكيب ناسيونال وكنا فريق اتحاد العاصمه اللي كان عندنا هدف اللي نحترفه، والحمد لله احترفنا وان شاء الله ربي يوفقنا كاع. وانا نقول بلي هذا جام ثمار العمل اللي خدمناه، كيف سواء كنا في المنتخب ولا في النادي تاع اتحاد العاصمه. الصعوبات اللي نواجهوها احنا في اللاعب الجزائري، ولا انا نتكلم على روحي، صعوبات اللي واجهتها قبل كي احترفت هنا في الدوري الهولندي. اول شيء كانت عندي صعوبه كبيره باش نتاقلم مع الدوري الهولندي، ولا مع المعيشه تاع هنا في هولندا. اول شيء اللغه، لانه انا نقول بلي اللغه هي 50% ولا 70% من اللي تخليك تتاقلم في الجو تاع الجو المعيشي هنايا. تاني حاجة كما نعرفوا احنا يا كيفاش عايشين، ولا الخدمة اللي نخدموها فرق كبير بين هنا ولا بين الجزائر. نقول بلي هادو اللي يخلقونا صعوبات، مي بالعزيمة والإرادة والثقة بالنفس هي اللي تخليك تتجنب كاع هاد الصعوبات وتخليك تنجح في الجانب الرياضي. نورمال ما قدرش ننسى فريق تاعي اتحاد العاصمه اللي كان الفضل باش احترف في اوروبا، مالغري المشاكل اللي راهو فيها، مي تشوف باللي الجمهور توجور واقف مور النادي، حاجه مليحه، وان شاء الله الجمهور يبقى واقف مور النادي ان شاء الله حتى يتفادى هذه المشاكل، حتى يروح كيما نقولوا يتسقم الفريق الافضل ان شاء الله. توجور راني نتبع الاخبار تاع النادي، وهذا الموسم كاين لاعبين شبان بزاف اللي راهم يادوا في موسم مليح، مقابلات مليحه، كي تشوف خيراوي شي اللي راه يقدم فيه، اللي جا من فريق عمل بوسعاده، حاجه تشرف. اول شيء تشرف
مدينة بوسعادة واللاعبين اللي يخرجوا مدينة بوسعادة، وتاني تشوف اللاعبين تاني اللي راهم كيتشوف اللي جان صغار اللي راهم يقدموا في مردود ممتاز، على غير الحمراء، على غير بن حمودة، محيوس، بن شاعة، هادو اللاعبين اللي راهم يقدموا أحسن ما عندهم. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أنا واش نقول لك على أحسن لاعب في البطولة اللي راني نشوف فيه؟ كاين أمير سعيد اللي راه يقدم في مستوى ممتاز مع ناديه شباب الوداد، كاين عبد المؤمن جابو اللي راه يعرفوا كاع نعرفوا اللي كاليتي اللي عنده، الموهبة تاني اللي عنده، كاين تاني بالحسيني مع اتحاد بلعباس تاني اللي راه يقدم في مشوار ممتاز مع النادي تاعو. أما بأحسن موهبة راني نشوف باللي كاين آدم زرقان، لاعب ممتاز واللي عنده مستوى كبير، وهو وكاين لاعب تاني وفاق سطيف لاعب الشاب إسحاق بوصوف تاني، هذاك عجبني بزاف واللي عنده لي كاليتي، وإن شاء الله كما دول الشبان إن شاء الله يحترفوا ويخرجوا لأوروبا إن شاء الله باش يزيدوا يخدموا إن شاء الله. قناة الهداف نقول الجمهور اللي اشتقت له بزاف والجمهور اللي نحبه بزاف، الجمهور اتحاد العاصمة، نقول لهم قعدوا مول الفريق وتجور ساندوا الفريق وكونوا اللاعب رقم 12 للفريق. هذه الفترة هذه صعبة اللي الفريق يحتاج فيها الجمهور تاعو، ان شاء الله نتمنوا التوفيق للاعبين ونتمنوا التوفيق تاني للناس اللي راهي تسهر على جال اتحاد العاصمة وباش تخلي اتحاد العاصمة في المناصب اللي يسحقها. ان شاء الله يا ربي يفرحونا ان شاء الله هذا العام ونديو تيتر ان شاء الله ونفرحوا معهم ان شاء الله. السلام عليكم. من قناة الهداف انا نقول حبيت نوجه رسالة للفريق اتحاد العاصمة والجمهور اتحاد العاصمة اللي الجمهور اللي نحبوه بزاف وتوحشتوا بزاف وتوحشت اجواء اتحاد العاصمة في بولوغين ولا في 5 جويلية. نقول لهم توجور يقعدوا مور النادي ويساندوا اللاعبين اللي اللاعبين سي نورمال ما مشي بخلوا وما يبخلوا بوالو ان شاء الله في التيران واللي راهم يقدموا كاع واش عندهم. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويكون فيها تيتر هذا العام ان شاء الله ونفرحوا كاع كيف رغم الظروف الصعبه اللي راه يمر فيها النادي ان شاء الله. السلام عليكم. بون خويا حمزه ميرسي بوكو على هذه الالتفاته، نشكرك ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق في ليميشن تاعك ان شاء الله. وبلا ما ننسى ثاني فريق القلب الامل بوسعاده، لنوجه تحيه للفريق امل بوسعاده وكل جمهور امل بوسعاده وكل ناس بوسعاده. نتمنى التوفيق تاني للفريق امل بوسعاده وان شاء الله عنده تاني عندهم مشاكل ان شاء الله يا ربي امام امل بوسعاده نتبع فيه ان شاء الله يا ربي يفوتوا هذه الفتره الصعبه اللي راهي فيها ونتمنى لهم ان شاء الله يحقوا الصعود ومن الادارات تلبي طلب الجمهور البوسعادي باش يحقوا صعود للقسم الاول ان شاء الله. شكرا لك حمزه وشكرا لكل الجمهور الرياضي. السلام عليكم. إذن كان هذا أسامة درفلو لاعب فينيلو الهولندي.